S1 damp, the S1 damp, said S1. Triumph or tragedy, نصر أم مأساة؟ نصر أم مأساة؟ خلينا نشوف هسه. From our environment correspondent Natasha Ward, من الهاي correspondent environment, هذا المراسل المراسلة الصحفية اللي حول اللي كاتبة حول البيئة. إذن نقرأ هنا يقول I'm standing, شوي نقرأها هذه أعزائي هنا شوي نكبرها يكون أفضل لكم. Okay. I am standing by the Nile in the wonderful town of Aswan in the southern Egypt. إنني أقف بالقرب من نهر النيل in the wonderful town, في المدينة الجميلة الرائعة of Aswan, مدينة Aswan of south in southern Egypt, في مصر أو جنوب مصر. The air is clean, الهواء نظيف, and hot, وحار. And the cool water, والماء البارد, of the Nile, نهر النيل, is flowing silently, يتدفق بهدوء, past me, خلفي. It looks beautiful, يبدو جميلا, but is everything as perfect as it looks? But is, هنا is everything, ولكن هل كل شيء as perfect, كما هو رائع, يعني كما هو تام أو متكامل, كما يبدو, هل كل شيء رائع كما يبدو؟ خلينا نشوف. In the 60s the S1 dam was built, في الستينات هذا سد أسوان تم بناه. And it changed the ecology of the Nile dramatically, وهو قد غير ecology البيئة لنهر النيل dramatically بشكل مثير. Before then, قبل ذلك, the river used to flood in the summer, النهر اعتاد flood أن يعني يتدفق أو يفيض flood in the summer, في الصيف. Every year, كل سنة, the water brought earth which was very good for farmers. الwater الماء يعني يجلب الearth, earth هنا الطمي أو يعني هاي اللي سموه الغرين أو شيء من هالقبيل, يجلب هاي الأشياء شنو اللي تكون جيدة, يعني تكون جيدة جدا المن for farmers, للمزارعين. The land was rich, الأرض كانت غنية. And it was easy to grow food, وسهلة أن يعني grow food, أن سهلة من حيث زراعة الطعام الغذاء. Now farmers, والآن المزارعون have to use chemical fertilizer on their land. يقول هنا now, والآن الفارمرز المزارعين have to use chemical fertilizer, يعني كان يجب عليهم الآن, يجب عليهم المزارعين يستخدموا chemical fertilizer, الفيرتلايزر السماد الكيميائي, on their land, في أرضهم. That costs money and is not as good as the earth from the river, ويعني هذا cost money, يكلف أموال. And not as good, وليس جيدا كما يعني as the earth, كما في الأرض من نهر النيل النهر. On the other hand, من ناحية أخرى, farmers are happy, المزارعين كانوا سعيدين, لأن سعيدين. The river is always, إنه النهر دائما the same, هو نفس الشيء. Before, سابقا أو منذ قبل, there was something too much water, كان هنالك الماء كثير من الماء, and something not enough, ويعني أحيانا يعني أحيانا لا يكون كافيا. زين. The dam caused other problems, السد أيضا سبب مشاكل أخرى. The river also used to carry food for fish, الريفر النهر كذلك يعني يستخدم لجلب الطعام للسمك. After the dam was built, بعد أن السد تم بناه, there were fewer fish in the river, يعني كان هناك أسماك أقل في النهر. And in the sea, نشوفه هنا النهر يعني
كذلك استخدم أو يعني used أو used to carry أو يعني اعتاد من عادته أن يجلب أو يحمل food for الطعام للسمك after the dam was built بعد أن تم بناء السد. There were fewer fish كان هنالك سمك أقل in the river في النهار and in the sea وفي البحر along the coast على طول الساحل Egypt ساحل مصر. And of course وبالطبع it was terrible for the people كان أمرا terrible فظيعا for the people بالنسبة للناس who live south of the dam الذين يعيشون في جنوب السد. They lost their homes هم خسروا فقدوا مساكنهم أو بيوتهم when the lake Nasser was created عندما بحيرة ناصر تم إنشاؤها. But let's not forget ولكن دعونا لا ننسى the best thing الشيء الأفضل about Aswan Dam حول نهر حول السد سد أسوان. It's hydraulic power الطاقة الهيدروليكية national station يعني محطات الطاقة الهيدروليكية produces تنتج lots of clean electricity تنتج الكثير من الطاقة الكهربائية clean نظيفة for Egyptian people للناس المصريين and their industries وصناعاتهم and it will continue وسوف تستمر to do so في عمل ذلك for many years لعدة أو لسنوات طويلة.